وش فيك مهموم؟ أنا يا أخي من زمان وأنا أعاني من مشكلة ولا لقيت لها حل. علب المناديل بعد كم يوم من الاستخدام يصير شكلها كذا، شكل عيالي يلعبون فيها كورة. وانت الحين جالس تنتظر تطيح على راسك تفاحة عشان تقول وجدتها؟ وش تقصد؟ أقصد بدل ما تجالس تهف برجولك، قم قطع لك خشب MDF ولبسه بقشرة خشب طبيعي وسوي لك علب تحط فيها المناديل وتحفظهم من تشويت عيالك. يا أخي فكرتك ممتازة، والله أنا ما أدري من غيرك وش كنت بسوي. إيه داري، لولا الله ثمنا كان أنت الحين دكتور. ها؟ أقول ولا تنسى تشتري لعيالك كور عشان يلعبون فيها بدل علب المناديل. الآن ببدأ أغري الفينير الشرائح الخشب هذا من نوع السنديان على القطع الجانبية حقت علب المناديل. طبعا أنا بستخدم لها غراء خاص، هذا مخصص للفينير، فيه مميزات عشان ما يكون يعني ينسكب أو يعني يكون ثقيل يمسك في نفس القطعة. أيضا بستخدم في عملية توزيع الغراء الفرشة هذه عشان يعطيني توزيع متساوي. جهزت الملازم اللي بكبس فيها بعد ما خلص، حاليا أنا أحط القطع هذه لين أنتهي منها، ومجهز ورق الشمع هذا بس عشان أحطها بين القطع عشان ما تتماسك. عشان أجمع أجزاء الصندوق أحتاج أن أسوي شطفة درجة 45 في كل الأضلع عشان تركب على بعض بالشكل هذا. طبعا أنا ممكن أسويها بالمنشار الطاولة أو ممكن أسويها بالراوتر بالريشة المشطوفة هذه اللي هي بدرجة 45. أنا الآن ضبطت الارتفاع اللي أنا أحتاجه، الآن كل علي أني أمشي كل القطع من الجهتين، من هذه الجهة ومن هذه الجهة. بستخدم القطعة هذه خلف القطعة هذه بس عشان تساعدني في عملية الحركة تكون فيها مرونة. الآن بواسطة منشار الطاولة وبعد ما وضعت الدادو ست بنفس سماكة القاعدة السفلية والعلوية، الآن يجي دور فتح المجرى اللي بيسقطون فيها من الجهتين من هنا وهنا. طبعا بنسويها على كل الأضلع الأربعة زي ما بنشوف. بواسطة آلة CNC عملت الفتحة الخاصة بسحب المنديل من الأعلى.
الآن ببدأ بعملية تجميع الصناديق، وهذه في البداية بتكون باسطة الغراء. أنا بستخدم الغراء هذا، هذا فيه ميزتين. الأول شيء أنه ثخين، فبالتالي ما يسيح لما أحطه على القطع الأجزاء، ما يسيح فيعطيني يعني مرونة. شيء ثاني أن فترة التفاعل حقته أطول، فبالتالي أقدر أخذ راحتي في عملية ترتيب القطع وتجميعها مع بعض. طبعا في البداية مهم جدا أني أرتب القطع بترتيبها اللي أنا كتبته في البداية، وأضمن الأجزاء تكون متصلة مع بعض زي ما أنتم شايفين كذا. نجمعها مع بعض بالتيب. بس بتأكد قبل ما أحط الغراء إنه كل شيء صحيح. الآن أتأكد أن العلبة يعني ماخذ الوضع الصحيح. ممتاز. الآن بس عشان أضمن أنه الغراء يأخذ وقته في عملية التماسك وهذه يكون مشدودة، حط الرابل هذا والمغاطات. الآن كذا منتهين، باقي العلب أسويها بنفس الطريقة. الآن بعد ما تركت الصناديق 24 ساعة ونشفت، زي ما نسوي دائما في الصناديق، أحتاج أني أقوي التقاء الأجزاء هذه عشان يعني ما تكون عرضة أنها تنفصل من هنا، لأن هذه دائما الأنجرين تكون ضعيفة في عملية الغراء. اليوم بنسوي شيء جديد. بالعادة احنا تذكرون نسوي سلايد من هنا ونحط قطعة خشب. اليوم انا بستخدم معدن، هذا نحاس، وبفتح له فتحات هنا بالشكل هذا، واحدة هنا واحدة هنا، بحيث ان هذا يدخل فيه، وبغريه بواسطة السي اي جلو بالشكل هذا، بعدين اقص الزايد. يعني هي قد تعطي منظر جمالي لانه هذا يعني اشبه باللون الذهبي، وايضا في منها لون الفضي ايضا، هذه ألمنيوم اعتقد، او لا هذه ايوه ايضا حديد. فنبي نسويها الان ان شاء الله بواسطه الدريل عشان تضبط معي. انا عشان اضبط عمليه الحفر سويت القطعه الاداه هذه بسيطه الخشب من الام دي اف، وفتحت فيه الفتحه حسب المقاس اللي نحتاجه، لان هذه تعرفون السماكه 6 انش، عفوا 6 ملي ربع انش، فبالتالي احتاج تكون فيها دقه، فبالتالي هذه الاداه بتساعدني بحيث اني احطها هنا. وبواسطه الدريل الان احفر، اضمن انها بتكون في نفس المسافه المطلوبه، ما راح اكون طالع زياده او ناقص زياده، وهي من هنا 1 انش ومن هنا 1 انش. الآن عملية تثبيت القطع هذه الحديد في الصناديق أو في العلب، لكن لأن هذه عندنا اختلاف طبيعة المادتين، هذه معدن وهذه خشب، فما راح ينفع الغراء حق الخشب، لازم استخدم لها الأبوكسي، لأن الأبوكسي هي المادة اللي يعني
تقوم يعني بالتصاق المواد إذا كانت مختلفة، لكن طبعا هذا لازم أحطه نفس الكمية. الفينيشينج بيكون عبارة عن التيك أويل، هذا بمسحه فيه على الصناعة كلها، وبعد ما أتركه ينشف بعض الوقت أرجع بمنديل أو فوطة ناشفة أمسح الزوايد. بستخدم فرشة الفوم للجزء العلوي لأنها أماكن ضيقة.